نصر ابو الحسن رئيس نادي الاسماعيلي، مساء الخير يا فندم. الو، نصر بيه، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ سيف. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ والله يا فندم كله تمام الحمد لله. هارد لاك امبارح. الهارد لك، ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا فندم، كنا بنتكلم على بيان امبارح طلعه النادي الاسماعيلي بما يخص التحكيم. طبعا انت استاذ سيف، طبعا انت شايف الحاله اللي يعني للاسف الدوري بدا السنه دي، وبدات الاخطاء التحكيميه مبكرا، يعني وكان المساله يعني ما عندهمش وقت. في ازمه في التحكيم، اكيد كلنا عارفين ان في ازمه في التحكيم، في مشاكل، في قرارات يعني خاطئه وواضحه للعيان، ما فيش شك، واخد بالك، والكل شايف الكلام دوت. الحكام فيما بينهم في صراع، يعني في جبهتين او ثلاثه بيتصارعوا على حاجة معينة، كل جبهة فيهم بتحاول انها يعني تستعين بقوة ضغط، سواء كانت اندية ليها ثقل اعلامي او اندية ليها تقدر تأثر في مراكز صنع القرار، واخد بالك، في مجاملة واضحة لبعض الاندية، مفيش شك، واخد بالك، لكن ده ما ينفعش يبقى على حساب اندية اخرى. بس النادي احنا بنعيش، حضرتك بتتكلم بصفه عامه يا فندم ولا حضرتك بتتكلم على مباراه امبارح؟ انا بتكلم بصفه عامه. هل امبارح كان في ظلم تحكيمي للاسماعيلي؟ طبعا. بس طبعا كل واحد بيطلع يحلل، يعني عنده استعداد انه يستخدم الكلمات اللي تخليك تقول ان دي صح ودي خطا في نفس الوقت، اللي انت عايزه هيعمله لك يعني. انت حضرتك، يعني احنا انت لو حضرتك اتكلمنا عندك على الحاله بتاعت امبارح، انا ايدي اللعيب رايحه للكوره، مش الكوره اللي رايحه ايد اللعيب، يعني عشان نقول دي ابسط الامور. انت حضرتك عندك تحفظ على التحليل التحكيمي امبارح؟ طبعا. والاسبوع اللي فات برضه كان مين امبارح؟ كابتن احمد الشناوي امبارح التحليل؟ لا، انا ما بشوفش البرامج، انا بتكلم على الحكم. ايوه، اصل حضرتك قلت ان كل واحد بيطلع يحلل بشكل مختلف، فانا انا بشوف اصلا، يعني خد بالك انت، على الموبايل بعض حالات التحكيم، بعض بعد المباريات كده بيبقى في حالات او فقرات تحكيميه نفس الكلام بيتقال، بيحللوا بيه لعبه يقولوا انها صحيحه. انت دي حضرتك اللقطه اللي حضرتك دي حضرتك اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها. لا، انا بصراحه مش قدام التلفزيون. لقطه هو لعبها بدماغه مدافع نادي سيراميكا فجت في ايد المدافع اللي جنبه. لا، ده ايد المدافع اللي راحت للكوره. انا فاهم، بس جايه من دماغ المدافع اللي وراه، هي دي. يعني ما احنا كده لما يبقى في اثنين لعيبه يلعبوا بعض باليد، يعني ما فيش مشكله. لا يا فندم، انا مش بصلح لحضرتك والله، انا بشرح اللعبه بس، انا ما بقولش. أيوة. انا ما بقولش لا لا صح. انا سمعت واحد بيقول لك اصل طالما جايه من زميله ما تبقاش. لا يا فندم، انا ما قلتش كده، انا باكد مع حضرتك ان دي اللعبه بس. يعني في حد بيقول لك اصل طالما جايه من زميله ما تبقاش لمسه يد، لازم تيجي من الخصم. طبعا لا، انا مش شايف اللعبه دلوقتي، لكن انا شفتها امبارح يعني. هي غريبه. هنجيب لها حد تحكيم، يعني هنجيب لها دلوقتي كابتن احمد الشناوي نساله، رغم ان هو اللي كان موجود امبارح، بس هنجيب لا حد. وبعدين اصل هو عشان كمان تساله لازم تجيبها من كذا زاويه، واخد بالك، ما هو الفار اصلا مش ده، الفار 5 ثواني يا هي قدامنا ثواني. هي قدامنا يا فندم من كذا زاويه. يعني من 5 ثواني بالظبط، واخد بالك انت، وخد قرار اسرع قرار، واخد بالك انت، بيتاخد في الفار. في حالات تانية أقل بنتي بكتير جدا كان الفار وكانت واضحة، ده في حالة تسلل واضحة من غير رسم خطوط وما اتحسبتش. في حالات واخد بالك أنت ما فيهاش ضربة جزاء واتحسبت ضربة جزاء. في مشكلة، يعني واخد بالك، في مشكلة، مش إحنا اللي هندفع ثمنها. طب حضرتك إيه القرار يا فندم؟ إحنا القرار الحكام بالطريقة دي، أنا بقول لك هتحصل كارثة في الدوري ومش هيتم ومش هيكمل. لو مشي بهذا الاسلوب من الحكام، الدوري ده يعني مش هيكمل. احنا بنمر السنه دي بظروف استثنائيه من سنه 2019 من كورونا، واحنا بنحاول نخرج من هذه الظروف اللي احنا فيها. وقبلنا كانديه ان احنا نلعب دوري يعني استثنائي، هو دوري مبتصر مش استثنائي، لان اصلا هو اقل من المفروض ان احنا نلعبه، ومع ذلك رضينا بالكلام دوت رغم انه في ريسك عالي جدا على كل الفرق. فأهم حاجة فيه ان تكون هناك عدالة تحكيمية وتكافؤ فرص. في تكافؤ فرص من حيث مواعيد إقامة المباريات، من حيث التحكيم لازم يبقى
حريص جدا في كل قرار بياخده، خصوصا انه تقنيه الفار يعني بتساعد الحكم، لكن انها تستخدم بهذا الشكل الهزلي ده مساله غير مقبوله اطلاقا يعني. هل سمعنا امبارح ان الاسماعيلي حضرتك قال ان انا يعني ممكن اعلق المشاركه في المباريات لو فضل التحكيم بكده، هل ده في تصريح؟ اه طبعا، هل قبليه في لعبه اصلا في مسابقه لا توجد فيها ادنى او ابسط قواعد العدل والمساواه؟ يعني بلعبها ليه انا اصلا؟ هي دي رياضه. طب هل حضرتك حصل تواصل مع حد من اتحاد الكوره بعد البيان؟ يعني حد كلم حضرتك؟ والله احنا بعتنا لهم، بس انا انت عارف طبعا ان اتحاد الكوره يعني في انتخابات، يعني النهارده بدا التقديم للانتخابات، المفروض فتح الباب التقديم وكده، ما فيش قرار هيتاخد قوي في اتحاد الكوره في الفتره دي طالما هي فتره انفصاليه في انتظار اتحاد. انا بصراحه السؤال ده مضايقني قوي، يعني الجمله دي بصراحه مضايقاني يا فندم. يعني لو هم فتحوا بدري فخلوا المجلس الجديد يدير الموسم، ولا هم فتحوا بيديروا لحد المجلس الجديد يجي؟ طب هم اخروا حضرتك الفتح ليه؟ ما كانوا فتحوا بدري وخلوا مجلس جديد يجي يدير الموسم. انا ما اعرفش، هو اللائحه برضه هم جم انتخابات في شهر ديسمبر برضه المره اللي فاتت، عشان تبقى عارف يعني الانتخابات بتاعتهم كانت في ديسمبر برضه. يعني الدوره بتاعتهم بدات في ديسمبر من 4 سنين وتنتهي في ديسمبر الحالي. يعني ان شاء الله باذن الله يا فندم الامور تتحسن بشكل جيد وتمشي الامور بشكل كويس تحكيميا. لا لا، لو لم تستقم الامور انا بقول لك في يعني مشاكل هتحصل جامده جدا في التحكيم، وخد بالك، واحنا مش هنقبل ان احنا نبقى ضحيه لا، وما عندناش استعداد ان احنا نفرط في بونت واحد او لعبه واحده نتيجه اهمال من حكم او تصرف حكم او تغاضي حكم عن حاله المفروض انها حكم الفار القرار القطعي بتاعه في حالات التسلل فقط، انما في حالات اللي فيها نوع من انواع التقدير بيرجع لحكم الساحه، هو صاحب القرار الوحيد هو حكم الساحه، هو اسمه فيديو اسيستنت ريفري، يعني هو حكم مساعد ما ياخدش قرار، غير في حالات التسلل انها حالات بتتم بطريقه هندسيه بتقول له دي حاله، انما الحالات اللي بتستدعي مراجعه ميدانيه المفروض يرجع فيها لحكم الساحه. متفائل يا فندم؟ نعم متفائل. والله بالشكل اللي انا شايفه ده شايف الدنيا صعبه يعني. انا الله يكون في عونك بشكل عام، مش بس على ملف التحكيم، يعني الازمات الماديه دايما في الاسماعيلي والامور والدنيا صعبه، فان شاء الله والله احنا يعني احنا ما هو احنا التحكيم او المباريات او الحاجات النقاط اللي احنا ممكن يعني نفقدها نتيجه القرارات الخارجه عننا، واخد بالك انت، دي بتاثر على مسيرتنا سواء المسيره الماديه او الفنيه عشان تبقى عارف يعني، وممكن تعمل حاله من حالات الاحباط للاعبين، احنا بنلعب وبنتضايق او بيقبل لينا حقوق ما بناخدهاش، فبتلاقي ده بينعكس باثر سيء على اللاعبين، وده برضه هم مش واخدين بالهم من الجزئيه ديت يعني. اما الفرق بتكسب هي حتى لو ما بتلعبش، اشمعنى احنا يعني؟ ما كان في مهرجان ضربات جزاء وهميه محتاجين ايه يا فندم؟ خلال اسبوعين يعني، واخد بالك؟ محتاجين ايه؟ بقول في كان في مهرجان ضربات جزاء وهميه تم خلال الاسبوعين الاولين في الدوري يعني. ان شاء الله باذن الله يعني يحصل تحسن مع اللجنه الجديده للتحكيم ان شاء الله، وتمشي الامور بشكل جيد باذن الله ربنا يسهل. بتشرف بوجود حضرتك يا فندم، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا.